بدك ورح نعرف كيف رح تعملي لنا هلا الايس كريم. صباح المشاهدين. واهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي ان شاء طبعا الله. هاي الطريقه يمكن كنا بنشوفها اذا في اشخاص شافوها يمكن بشوفوها من اليوتيوب او اللي سافر برا بشوفها يمكن اكثر بالشارع بالمناطق التركية خارج الاردن. صح. طبعا بالاردن هاي اول مره بدنا نشوفها وكمان تحديدا بالاستوديو. احكي لنا عن هالصاجه. هاي شيف، هاي الصاجه عباره عن صاجه خميره فيها تفريز بننزل درجه حراره 16 ماينوس، وبنحط المسحوق الايس كريم وزي كيف الدق بصير بعمليه الدق بعمليه المشاحيف. ها هلا رح تعملي لنا قدامنا، ولكن بدي انوه احنا ما بنقدر نتحكم بصوت الثلاجه اذا سامعين صوت نوعا ما عالي وصوت الصاجه اللي صوت صارت الثلاجه. لسه في صوت دق كمان. وعم نشوف كيف هون صارت متلجة، مبين واضح انه صارت باردة كتير الصاجة. هذا حليب، هذا الايس كريم. هذا ايس كريم. شو هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن حليب وسكر ومادة السحلب، وفي كمان شوية زبدة، وعاملين عملية بسطر الحليب. بسطر الحليب. حليب ممكن الواحد يشتري جاهز هاد ولا لازم يعمله؟ والله في خلطات جاهزة بس في السوق، بس احنا مسويها بعملنا احنا. انت بتسووها شف يعني؟ طبعا هنعمل نبلش بال اعطيني البسكوت. اشرف كمان سينا نصبح عليك، صباح الخير مساعد الشف. كاكاو، هذا البسكوت. هذا اللوتس. هذا بسكوت اللوتس اللي الكل بحبه بس مطحون. هاي الطريقة بيصير الصاج على الايس كريم على الصاج بنجحفه زي هيك. بتسوي عملية الايس كريم. نفس عملية الدق، بس احنا هون بندقه بالمشاحيف هدول. هاد مش بس ايس كريم زاكي، كمان عرض. هو شو اكثر عنه. شوف كيف الهواء. انا ما باكل حلو، بس الحلو الوحيد اللي باكله هو البوصه. يا صحتك وبحبه كثير. والجاليري وكل الشباب بتستنى البوصه زاكي. يا اهلا وسهلا بالشباب. والله الشباب هاي بيقولوا لي كمان نفس الشيء. ورح نعمل كمان اليوم على قد ما بنقدر انواع. الشيف امجاد اليوم رح يعمل لنا، يعني اذا كان الوقت معنا اسعفنا رح يعمل اربع انواع. عملية اللف هون. تبعت الثلاجة صارت عشان الأرض ناعمة قاسية. شكلها حلو كمان. طبعا هي زي لايف ستيشن مختلفة. هاي يمكن لأشرف لأنه قال بده عليها شوكولاتة. هاي البسكوتة اللوتس، هاي عليها ليبل بسكوتة اللوتس حتى نعرف انه نوعها من اللوتس. هلا صار في اشكال وانواع بالبوزة، حتى في بوزة النيتروجين يعني بيعملوها بالنيتروجين عشان تصير باردة وقاسية. بس ايش اللي بيميز هاي البوزة شيف؟ هاي بيميزها انه عمليتها سهلة. النيتروجين يعني بسرعة تحلفتها عالية كثير حتى تجيبي نيتروجين و... صح. هي نفس المبدا، ما بتغير شيء بنفس العجين نفسها.
هاي وين موجودة بالأردن عندنا؟ إحنا ممكن نشوفها هيك هلأ يعني ممكن هاي مثلاً بالثلاجة تكون راكبة بإحدى شوارع المملكة. الناس شغال فيها في البازارات في المحلات، في محلات فاتحة هاد الأوريو. هذا الأوريو بازارات، فكانت الناس كلها تقول شو هذا؟ ما يعرف. تعودين نشوف هذا الأصحاب وهاي الدائرة بلقناها في النابلسية. نعم. بالبوضة. بس تخلص عشان قادر اتحدث انا وياك. شايف امجد هذه الطريقه اللي عم تعمل فيها انت هي اللي بتخلي البوظه تجمد، مش بس البروده، لا الضرب هاي وكمان الفرد هي اللي بتساعد انه تساعد تسوي ايس كريم. هسه البوظه العربيه زمانات كانوا يفرزوا النص الايس كريم ويدقوه، صح؟ بدل ما يصير جليد بصير ايش؟ ايس كريم. نفس المبدا هاي. تمام. هاي هي الآيس كريم على الصاج. وهذا نوع ثاني بالأوريو. هلا كمان في مفاجآت لأنه رح يعمل لنا آيس كريم كيك. يعني إن شاء الله ساندويش. زي الساندويشة كيكة ومحشية بالآيس كريم. كيف عم بتحس الطلب على هاي على يعني هو بوظة بالنتيجة الآيس كريم اللي متعودين عليها، ولكن الطريقة مختلفة، الأشكال مختلفة. كيف عم بتحس الطلب إقبال الناس؟ كان على الفراولة الستروبري والليمون الفريش. الناس تبعد عن الأصباغ وعن هاي بتميز إنه بتحط قدام الزبون الخامة الآيس كريم، صح، مع النكهة. وهو حسب ما بده كمان. طبيعية بدون نكهات ولا أصباغ، يعني كله بس طبيعي. الليمون كنا نسوي ليمون، الفراولة فراولة. دايما شفتوا اللوتس، حطينا لوتس والباوري نفس الشيء. تعرف الشو سهل الموضوع، يعني عم نشوف إنه أكثر من نوع على نفس الصاجة، ما عم بيحتاج يغيرها ولا شيء. أعطينا فين اللوتيلا؟ هلا هاي شوكليت نوتيلا. بتقدر تتحكم بالكمية، يعني في ناس ممكن تقول لك أنا مثلا بحبها بنوتيلا بس مثلا مش كتير تكون قوية، بدي إياها بس يدوب النكهة. كان بالسكر في ناس مش سكر كثير. انت لو تعرف شيف انا شو هات لي هم هلا. ايش هات لي هم؟ البوظه هاي تسيح. بس لا هي كويسه لانه بس حركه اللي عملتها بتصمد. حركه اللف 16 لانه الشباب انفتحت نفسهم، يعني ف
وانا كمان شخصيا فاكيد كلنا بدنا، بس هذا اللي انا بقصده بتحمل زي البوظه العاديه لانه عم نشوفها رقيقه. هل يعني هاي انها هالقد رقيقه؟ لا صدقا هي اجمل بوظه عاديه. لا هي بالعكس هي اجمد موزه عاديه بالعكس. تلتف على 16 ماينوس. اوكي بس بتعمل اجمد لانها هي على السريع عشان تفتح واضحه يعني زي كانها ما صار لهاش شيء. عم براقب فيهم يعني. اذا النوع الثالث مع الكيك هذا بيجي. هاي بايش؟ كوكيز شيب شوكولاته شيب. اوكي هاي هاي بتحطها مع الكيك سكر. كمان دارك المحشية بالكيك لازم تكون سادة صح؟ لا حسب هذا زي البستاشيو هناك بدي اعملها بال يلا هاي باختصار. ما لفت هلا بتلف هاي اللفة بدها احترافية بظن مش سهل الواحد الشخص الطبيعي يلفها. لا مش بده شوية بدها عضلات كمان زي ما سامر بيقول لأنه يعني برودة البوظة بتخليها شوي قاسية. هيك هلا لفيتها لفيت الايس كريم بالكيك والكيك نفس الشيء كمان مش سميك يعني لا زي السويس رول هذا انت كمان سويته يعني نعم كيف سويته طيب رششنا جد مبينه زي سندويشه شكلها حلو كانه في مكسرات هذا الكيك في بستاشيو هذا بستاشيو كيك بستاشيو فستق حلبي سوي كمان هلا ضل شي شيف بدك تعمل لنا اياه هيك تمام خلينا بس نحط هدول بالوجه هيك حتى تبين البرزنتيشن الخاصه بهذا طبعا ايس كريم على الصاج شكرا لك شيف امجد شكرا اشرف يعطيك العافيه وشكلها حلو انا متاكده طعمها حلو ان شاء الله هلا بنجربها بعده انواع عملت لنا باللوتس بالنوتيلا بالاوريو واخر شيء عملت لنا بالشوكليت شيب ساندويش طبعا بالكيكه يعني محشيه جوا الكيكه شكرا لك شيف يعطيك الف عافيه اهلا وسهلا فيك شكرا لكم اذا مشاهدينا خلينا نروح لفاصل قصير من بعد الايس كريم على الصاج وبعدها بنرجع نستكمل فقراتنا لهذا الصباح خليكم معنا